الأخبار بقى أشارت لتصريحات المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اللي أكد فيه أنه هيكون هناك تخفيضات. التخفيضات بتصل لحوالي 30% من أسعار سلع معرض رمضان كريم. لسه متكلمين دلوقتي لسه عن المعارض وأهميتها مع دخول شهر رمضان الكريم. وكان طبعا أفادنا المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين بهذه الموضوعات، كمان بتؤكد هي الغرفة التجارية أن في تخفيضات بتصل في أسعار السلع المعروضة 30%.